أول ما اتولد أنطون كان الطفل الثالث. الولد نايم باستمرار كسلان، فأنا ابتديت أكتشف إن هو مش طبيعي. أصعب شيء إن الحياة تختبرك في حد من ولادك. ابتديت أتخبط كتير قوي لحد ما رحت للدكتور، طلب مقطعية على المخ وقال لي إن في ضمور في المخ. قلت له طب يعني دلوقتي أنا أقدر أعمل إيه؟ قال لي هتساعديه. الأم قررت ما تستسلمش وتبدأ الرحلة مع أنطون. فأنا ابتديت كأم أنا اللي أجاهد وأنا اللي أدخل على الإنترنت أشوف ممكن أعمل إيه. أنطون ما كانش بيقف، كان كل جسمه مرتخي، فكنت ببرم فوط وأحط فوطين هنا وفوطين هنا وفوطين هنا علشان يقدر يسلك طول. ابتديت معاه مركز دائي القوات المسلحة، بعمل جلسة اسمها جلسة شاملة، علاج طبيعي، تخاطب، تنمية مهارات، علاج مائي. استمر الوضع ده لمدة 5 سنين وأنا في حالة يأس، مش عارفة طفلي هيجرى له إيه. التدخل المبكر فرق مع أنطون كتير، ابتدى يتنبه، ابتدى هو يقف، بعد كده ابتدى فعلا الحمد لله مع 5 سنين ونص ابتدى يمشي، 6 سنين ابتدى الحمد لله كنا كملنا التخاطب، ابتدى يتكلم. أنطون اللي تحدى ظروف الحياة وقدر ينتصر لسه مكمل في انتصاراته على كل الظروف. هو الأول والدي علمه يلعب دراجة عادي جدا زي أي طفل بتعلم الدراجات. بعديها ابتدينا بقى إن احنا نشترك في ألعاب القوة، دخل بطولات 3 سنين ورا بعض، رمي قرص ووزن وتتابع، والحمد لله كان بيجيب ذهب. من طبيعة ولادنا ذوي الاحتياجات إن هما دايما يرغبوا في التجديد، فابتدينا نلعب باتينيج حققنا برضو فيه، وبعد كده ابتدى يلعب دراجات. أنا بحب النحت جدا عشان كده دخلت درست. أنطون أول مدرب توافق له من وزارة السياحة والآثار إن هو يدرب في متحف جير أندرسون فن الموزايك. أول متزحلق على الجليد من ذوي الهمم. رحنا رحلة بالصدفة خالص البحتة لمكان بيعلم التزحلق على الجليد في مصر، كانت دعوة من المهندسة سمر حسب الله، وإحنا رحنا فعلا وكان في بطلة هناك فعلا اسمها نورهان. فأنطون خدته الحماسة جدا، أول ما ابتدى يلبس السكي واحد تاني لاحظوا أنه عنده البالانس وعنده الاتزان قوي جدا، فهم أصروا أنه هم يكمل معاهم. المفروض الطبيعي بيقعد سنة علشان يتعلم السكي، أنطون اتعلم السكي في 3 شهور لحد ما الحمد لله دلوقتي هو وصل ان هو يبقى بطل ويحصل على الميدالية الذهب وياخد المركز الاول في التزحلق على الجليد. في 5 شهور قدرت تحصل على الميدالية الذهبية؟ برافو عليك والله. اشمعنى اخترت الرياضة دي؟ بحبها السكي انا بحبه. هي رياضة حلوة جدا بس صعبة جدا، برافو عليك. من رحم المعاناة تولد الأبطال، وأنطون قدر يثبت للكل إنه بطل وقد التحدي. أي حد يسمعني أو أي حد يشوفني وأنا بتكلم دلوقتي وعنده طفل كده يبقى عنده أمل كبير وأمله في ربنا وإن هو ما يأسش. كلنا نحيي أنطون ماجد. العباقرة قادرون باختلاف، لا إعاقة لكل صاحب إرادة.